شباب وشوف ايش حاط عندنا اليوم. شعت الحافي قصة ولحية من قارم وشن. تحياتنا لكم شباب، لا تنسونا باللايك والدعم للقناة ان شاء الله على مود ما نقطع وياكم. ساكو يا ولد فحل بنص الكمرلي وبقصة، وذاك شاملي مالتنا المغلف، ونشوف الحكي شو يصير. شباب شو يقولون؟ تقمناه على مود يعبر على السقايف وقوه يعني. هذا شباب وبعدنا منتظرينه، وحاولت وياه وما عبر. هسه انا خاف الحمام ينمر بين الزغار، لان الزغار هناك، واذا اجن يخرب الحكي. وان شاء الله ما يخرب. عبر الكاميرلي وبعدها موجود. اعتقد والله طير موسم او ما موسم هذا الطير. نذب له طعام ونشوف الحكي. هون الطعام خليته. ذاك يا شباب هو محل يوتين حصرنا هنا بشعت الحافظ الصولح. مثل ما قلت لكم اعتقد الطير ممثل. يلا ولك، يلا افتح لك المدرعة كلها وعلي اسودنك. يلا يلا بعد شوية. شوف 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 شوي شوي بعد. يا عافية عافية الفيصل عافية. ولك هذا ركبوا عليه ركوب مال المرض، ما على على يومك رجع على هناك. شوف 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 سودنا. شوف 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 لبينا ما لا ينزل، لبينا اكيد لا ينزل. بس اذا على السقايف شوي يجي خوش ترى والله مرتب. انا صعد قلت وين الفرخات؟ هاي واحدة من الفرخات عبرت. يا ربي راح يقوم هسه يدق عليها. شوف شتى على الفرخة تدق، على الفحل ما تدق. ذاك يا ولدك كذا تقع الصغيرة. تعبنا بصراحة، تعبنا هذا الطير. ذاك هو اللي برق شباب. يلا يا معود قام يزين الفرخات، راح نخرب الحكي. شباب ننتظر شوية على ما الطير يعبر وارجع اصور لكم. تحياتنا لكم. هذا هو شباب عبر لهنا. طعام فوق السقاية. نبينا له طعام فوق السقاية. ما يرضى يصيد. عافية. اعتقد ذيلة نسل والله طير. يريد يجي يطب الهالف ولا شنو السالفة؟ خلنا نذبله طعام جوا بالكمين، نعوده بعيد عليه. شوف وين جابه هذا الفحل، على على يومك.
هذا يا شباب هو صار ورا المقراف. يلا شوي 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 عافية. باب الكمين مفتوح. هذا طير شباب هو. يلا تشيت ولد. شوف راعي انا بخدمته. هذا طير غير مرتب وهذا صغير. اول صيد اليوم، ثاني صيدي تقريبا، ثاني صيدي يعتبر بالفرخة. تحياتنا لكم. هذا هو طير شباب. بالله قاعد ينقص حمام هواي، ما نعرف على الصديق قد عدو ما قاعد يطلع، بس احنا بخدمة راعية. هذا طير شوفوا يأمرنا امر، لا بي نيشان ولا بي حلقة ولا بي كل شيء، بس الطير من النص ذيلة نسيل حسباله ذيلة ام السماني. تحياتنا لكم، مشاهدة ممتعة وان شاء الله يعجبكم الفيديو، ونريد منكم لايك واشتراك فيما الله.